بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين بي سي اكشن ومستمعين عبر اذاعه بي سي اف ام، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال تويتر عبر الهاشتاج الذي يظهر امامكم على الشاشه، واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام بسؤاله ورايه ومداخلته وتعليقه اللي بخاطرك ارسله عبر مقطع فيديو على الرقم الذي يظهر امامكم على الشاشه 0570-611. اليوم وكالعاده السعوديه محط انظار الجميع والرياضيين، خاصة عندما انطلقت أولى مراحل الفورمولا 1 في جولتها القبل الأخيرة في الجولة الأكبر في مدينة جدة، في المضمار الأضخم وفي المضمار الأسرع إنشاء خلال 8 أشهر، واللي في الحقيقة من خلال التصريحات اللي شاهدناها خلال إقامة تجارب الأداء الأولى والثانية من بعض الفرق المشاركة وهذه الفرق العالمية، نجد أن هناك انبهار كبير من هؤلاء الرياضيين بهذا المضمار وهذا الحضور وهذا السباق وهذه الاستضافة اللي دائما وأبدا السعودية على قدر الثقة وعلى قدر الحدث في إقامة واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية. من 2017 قلناها السعودية مقبلة على أحداث عالمية كبيرة، وها هي أمامنا نشاهدها على أرض الواقع، في السيارات، في كرة القدم، في الخيل، في التنس، في الشطرنج، في كل الألعاب، وجاينا الخير أكثر في الأولمبيات الآسيوية، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب طموحنا أكبر في استضافة أولمبيات عالمية إن شاء الله في سنة من السنوات، وأيضا استضافة كأس العالم. ما عاد في شيء الآن مستحيل رياضيا على المملكة العربية السعودية. نبدأ الحلقة مع العناوين. جدة تشهد انطلاق الجولة الأكبر لفورمولا 1، العالم يشاهد السعودية. إشادات عالمية بالحلبة وتجارب الأداء تنطلق استعدادا للسباق الكبير. الأخضر يواجه فلسطين لإحياء آماله في التأهل قبل مواجهة المغرب. وبونداي يعترف بصعوبة المواجهة، حضرنا لإعداد جيل المستقبل. تدريبات زعيم القارة تنطلق استعدادا للمؤجلات أمام الفيحاء والديربي. النصر فنيا نحو المجهول، ثاني توقف بدون قرار التعاقد مع مدرب. أحداث الجولة 13 تجبر كوزمن على التدريبات اللياقية للاتحاد. أمير حائل ونائبه يتابعان استعدادات المنطقة لاستضافة رالي 2021. قبل جولتين من نهاية الدور الأول، من هو اللاعب الأبرز في الدوري؟ اسمحوا لي ارحب بضيوفي في حلقه اليوم. معي هنا في الاستوديو الاستاذ جمال عارف الناقد الحصري للبرنامج، نور ابو عبد العزيز. هلا هلا ابو لطيفه، انست ونورت حبيبي، وجده نورت بوجودك، وان شاء الله باذن الله انت قادم كمان ما شاء الله على الفورمولا 1 مع بدايه الافتتاح، وان شاء الله باذن الله يا رب تكون ان شاء الله حلقه ممتعه. جده منوره بانوار الحلبه يا ابو عبد العزيز. اي نعم نعم صحيح، الله يحييك. أيضا وبهلها كمان إن شاء الله. نعم ما في شك، الله يسعدك إن شاء الله. أهل جدة حمام ها؟ إيه ما يحتاج. وبعدين أرحب بالزميل العزيز أستاذ محمد العنجي والزميل العزيز أستاذ محمد الدهش، وإن شاء الله حلقة ممتعة إن شاء الله. أيضا معي عبر الأقمار الصناعية من الرياض محمد العنجي الناقد الحصري للبرنامج، حياك الله أبو لما. أنت عاد منور السناب مع شيخ السناب الحين. مساء الخير أبو لطيفة، مسي عليك وعلى مشاهدين أكشن مع وليد في كل مكان، وعلى الزملاء الأعزاء الأستاذ جمال عارف اللي منور دائما في الاستوديو جمال، والأستاذ العزيز محمد الدهش الفيحاوي الأصيل. فإن شاء الله نقدم حلقة مميزة تليق بمتابعين هذا البرنامج الكبير والعظيم جدا. الله حييكم جميعا. أيضا معي محمد الدهش من المجمعة عبر سكايب، حياك الله أبو صالح. اهلا ابو لطيفه، ارحب فيك، ارحب في الزملاء الاعزاء الاستاذ جمال وكذلك الاستاذ محمد، وباذن الله تكون حلقه ممتعه وجميله يستمتع فيها الجمهور قبل ان يستمتعنا فيها باذن الله. الله يحييكم.
يعني الفترة الحالية هي فترة توقف للدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الأندية تستعد خلال هذه الفترة للمؤجلات، سواء في الجولة اليوم العاشر من ديسمبر الجاري أو يوم 16 الديربي، أو حتى انطلاق كأس الملك يوم 19 ديسمبر الجاري. هذا التقرير يرصد استعدادات الأندية في هذه الفترة. تسعى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاستغلال فترة التوقف الحالية التي تمتد حتى 20 ديسمبر الجاري لترتيب أوراقها وإصلاح أخطائها وتطوير الأداء الفني لمواصلة المسيرة في المسابقات الكروية السعودية. أندية اتجهت لإقامة معسكرات خارجية فيما اكتفى البعض الآخر بالمعسكرات الداخلية. الاتحاد وصل إلى دبي حيث سيقيم معسكرا حتى 12 من الشهر الجاري، وسيخوض خلاله وديتين أمام العين الإماراتي ومواطنه الجزيرة. الباطن وصل إلى قطر حيث سيقيم معسكرا تحضيريا هناك لمدة 2 أسبوع وسيلعب وديتين. بعثة الفتح تغادر إلى قطر في 6 ديسمبر لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 14 ديسمبر، ويشمل برنامج المعسكر على سلسلة برامج تدريبية إلى جانب إجراء مباراة ودية. في ضمك منح المدرب الكرواتي ريزيتش راحة للاعبي الفريق لمدة 8 أيام، ثم يقيم الفريق معسكرا إعداديا السبت المقبل بمدينة دبي لمدة 1 أسبوع يتخللها مباراة ودية واحدة. أبها قرر عودة التدريبات في 7 ديسمبر ثم السفر إلى جدة يوم 9 ديسمبر، وسيخوض ودية مع الأهلي يوم 13 من الشهر الجاري، ويعود إلى أبها بعد انتهاء المعسكر يوم 15 ديسمبر. ثلاثي العاصمة لم يعلن أي منهم عن معسكر خارجي، فالهلال والنصر سيخوضان مؤجلات الجولة 4 يوم 10 من الشهر الحالي. الهلال يستضيف الفيحاء والنصر سيحل ضيفا على الطائي. الأهلي لم يعلن عن معسكره بعد، ولكنه سيواجه أبها وديا في 13 من الشهر الجاري في جدة. أما الاتفاق يستأنف تدريباته يوم 5 ديسمبر، ويتخلل البرنامج الإعدادي معسكر داخلي مفتوح يخوض فيها وديتين في الدمام يوم 10 و14 من الشهر الجاري. قطبا بريدة الرائد والتعاون سيكتفيان بالاستعداد محليا، وهو ما ينطبق على أندية الحزم والفيحاء والطائي. عنا بزدير قرر الاتجاه إلى دبي لإقامة معسكر يتخلله مباراتين وديتين. التوقف الأطول صادف منتصف الموسم تقريبا، وتأمل الأندية من خلاله لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار للفترة المتبقية من الموسم. جريدة عبد العزيز الزهراني على هاشتاق البرنامج يقول: بلطيفة مسي عليك وعلى ضيوفك بالخير، يا ريت لو أعرف رأيك في حديث فنقادة مدرب المنتخب السابق. يمكن بعد كني شفت تغريدة ثانية بعد في نفس السياق بيان تقول: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام، حابين نعرف رأيك في الفيديو الأخير الخاص ومدرب المنتخب السابق ويتحدث عن سامي الجابر وعبيد الدوسري والتدخلات التي تحصل لتثبيت سامي وإعطاء أفضلية عن الباقيين. يعني والله أنا أشوف أنه يعني مثل ذي المواضيع خذوا خل فيها بعض الأحيان، لأن دائما على مر السنوات اللي فاتت دائما يطلع لنا حديث مثل هذه المواضيع، أنه والله يفضل لاعب النادي الفلاني وفضل المدرب الفلاني وهناك فيه تدخلات وما هناك تدخلات. لكن أنا غالبا الواحد ما يسلم عقله لمثل هذه الأقاويل، سلم عقلك للمعلومات والأحداث إذا أنت عشتها بشكل صحيح. أنا العالم الاستثنائي في هاشتاق البرنامج يقول: ليش النصر إلى الآن بدون مدرب؟ هل هو سوء إدارة؟ سؤال لمحمد العنزي. وهذا يمكن أنا أضيف عليه أيضا تساؤل آخر محمد، يعني جالس أشوف أسماء مدربين كثير يطرحونها مصادر نصراوية في تويتر، ومن ضمنهم كني لمحت أنجوس، يعني آخرتها أنجوس. خلينا نبدأ في موضوع أنجوس. طيب أشوف كل الأندية مشكلتها دائما في المعسكر الخارجي، بمعنى أنه المنافسين ما يثار ضدك في من المنافسين، إلا في النصر مشكلة النصر ما يثار من المنافسين ومن أهل الدار، وهذه مشكلة يعاني منها النصر بشكل كبير. يعني رجل في واحد يصدق بالعقل أنه نادي النصر أو إدارة نادي النصر تبحث عن أنجوس مدرب عاطل؟ هذا غير صحيح.
المشكلة من يثير هذا الموضوع ومن يصدره ومن يثير الشائعات ضد إدارة النصر وضد ودائما يسبب بلبلة ومشاكل، هم ما يسمى ويطلق عليهم هوامير تويتر المشجعين للنصر. وهذا كلام، أنا أكلم الشريحة الكبرى في جمهور نادي النصر، لا تصدقون هؤلاء ومصادرهم، هذا كلام ما هو بصحيح. أنقص لن يأتي للنصر، ما اللي سبب السبب الوحيد انه التاخر في اعلان المدرب. ايوه، الاداره تبحث عن مدرب يواكب الطموحات وهو اسم كبير جدا، بس ولكن يجي السؤال، يكررون يتعاقدون مع مدرب مؤقت. اي بس انا كمشجع جالس اقول هذه ثاني فتره توقف، ثاني فرصه انه يكون في مدرب جديد يشرف على الفريق، وين المدرب؟ طيب استسلمت الاداره للضغوطات في لما تعاقدوا مع بيدرو، وشوف يعني ما كمل كم مباراة وأقيل. فبالتالي أنا أقول، شوف أنا ترى على فكرة أنا لي رأي واضح في هذا الموضوع، خلني أخذها على جزئيتين. الجزئية الأولى إن التأخر مضر في النصر، مضر في النصر، ولست مع هذا التأخر، ولكن لما تعرف السبب وليش التأخر وإنه فعليا هم يبحثون عن مدرب يتواكب مع النصر مو للموسم هذا، يستمر للموسم القادم، فبالتالي أنا أقول فيها مبرر يعني جيد. ولكن هل نفرغ هذا الموضوع؟ أنا لا دافع عن الإدارة، هل نفرغ هذا الموضوع نقول لا الإدارة صح إطلاقا، الإدارة متأخرة؟ هل ولكن طبعا القرار ما هو بيدها، هم ينتظرون رد من هذا المدرب. النصر كانت لديه فرصة مهمة جدا، فرصة الآن. ربما الناس تتحدث عن توقف، النصر والهلال ما هم متوقفين، يعني حيخوضون هذا الشهر 4 مباريات رسمية، مباراتين مؤجلة ومباراة الكأس، ومن ثم يعودون إلى الدوري. وصول لكم مشاهدينا ومستمعينا، غدا إن شاء الله يتجدد موعدنا في 6 توقيت 11 مساء. يا مال الله.